كام بنك هيخش ويمول ناس عشان يعملوا المصانع بتاعتهم هناك. انت المفروض دلوقتي كل التفاعلات الدوليه اللي بينك وبين دول ثانيه عندك فيها عجز بسبب قرار السويس، بسبب المشروع ده هنرفع الصادرات بتاعتنا 8%، ده رقم مره واحده، ده رقم كبير. هيبقى في سياحه هناك، هيبقى في توظيف، هيبقى في الاي تي التكنولوجي، نعمل حاجه زي سيليكون فالي على نظيف بقى، يعني عندك المساحه وعندك الارض. والحته دي بالذات كانت طول عمرها كانت ميته. انتوا شفتوا طبعا ايام الثوره اللي هو بورسعيد، تقولوا قلت لك انا هبقى بلد لوحدي، حتى من ايام مبارك لما قفل على بورسعيد. فالبلاد دي بقى لها سنين مقفول عليها، وبقى لها 30 في حاجه و30 سنه غير ايام السادات، من بعد ايام السادات. انت تعيشيها تاني. عندك الهاي واي اللي بتعمل بين مصر وبين السودان، ده مشروع قومي. عندك المشاريع بتاعت النقل الجديده. عندك التقسيم بتاعت المحافظات اللي كنت لسه بتكلم محمد جوه، بقول له كان اللي عاجبني ان كله هيبقى عنده بحر، كله هيبقى عنده حاجه في مشاريع يعملها. بالظبط. فلا في شغل كتير، في شغل كتير. ما حدش يقدر يقول لا. بلاش بقى هي فكره ايه ان احنا قناه السويس نفسها هتدخل لك كام؟ طيب قناه السويس هتدخل هيزيد دخل مصر هيزيد دخل مصر. فهي نفكر في المشاريع اللي حوالين المحور ده. وده اهم من الماجستير. بالظبط. اصل انت هتعيني كام واحد زياده في قناه السويس؟ مش رقم، بس هتعيني كام واحد في المشاريع اللي هتتعمل؟ من مطاعم لمصانع لزراعه، عيش. مش هتقول لك لا، يعني شوفي انت عايزه تستثمري فيها هتلاقي. فالموضوع مش بس قناه السويس، الموضوع المحور ده الفرص اللي حواليه عامله ازاي؟ بقيه المشاريع اللي احنا بنعملها النهارده عامله ازاي؟ ان الجمعيات رجال اعمال، طبعا كل يوم بتسمعوا جمعيه رجال اعمال عامله عايز تسافروا جمعيه رجال اعمال طالعه مش عارفه امريكا جمعيه. طيب انتوا بقى كجمعيات انتوا ازاي هتبروموتوا المشاريع دي؟ بتروحوا فين؟ بتروحوا بقى امريكا، بتروحوا الصين، وبتروحوا بتقولوا ايه؟ بتبروموتوا ايه؟ الفايل ده عامل ازاي؟ هل انت شغال لوحدك؟ ولا انت معاك القطاع الخاص؟ ولا انت معاك المجتمع المدني؟ ولا انت معاك الحكومه؟ انهي واحده فيهم؟ ما انت كل واحد دلوقتي بيقول لك انا عندي مبادره وانا عندي وانا بعمل والصندوق والصندوق. انا كرهت كلمه صندوق من كتر ما بشوفها. ليه ما فيش حاجه بتجمعنا؟ وده عشان كده احنا بنعمل الاستثمارات دي. مش هقول لك انا هجيب لك بيل جيتس يجي يستثمر عندك، مش هقدر، مش ما ينفعش. بس هقدر اقول لك حلال، هنتكلم مع بعض ونوصل لحل نبتدي نسوق لبيل جيتس. بدي بيل جيتس كام؟ بس مش بتكلم على بيل جيتس نفسه. هي الفكره ان احنا نتجمع نتكلم من الاول احنا، ونتفق على هدف، ونتفق على طريقه، ونتفق على مضمون، ونبتدي نتكلم. يعني انا من كام يوم كده جالي حاجه وقت كده مشاريع حكومية في بودابست، اوتيلات ومينا ومارينا تعالي اتفرجي عاملين البرزنتيشن ازاي. اولا هو بيديكي فكره عن البلد، بيديكي فكره عن السياحه شغاله ازاي، بيديكي فكره انهي ايام ماشيه وانهي ايام مش ماشيه. مش يقول لك الايام كلها ماشيه، يعني انت عارفه ان احنا الدنيا كلها عادية. يقول لك انا شغال سياحه 10 شهور، في شهرين نايمين، عندي ما عنديش جمارك، فبالتالي الشوبينج ارخص، فده هيخلي ناس كتير تروح تعمل شوبينج هناك ارخص من اوروبا وما عندوش جبال، وهكذا وهكذا وهكذا. فلازم تبتدي بس نحلل البضاعه بتاعتك. بس احنا للاسف ما عندناش لا عندنا ناس كويسين كتير. لا موجوده، ما عندناش عندك ناس، عندك كوادر في البلد كلها هايله. ما مين اللي عامل الاجنده دي؟ ما هو مصر. هو فرع الشباب مين اللي بينفذ؟ مين اللي جايب السبيكرز؟ مين اللي هيعمل الجستس بتاع المؤتمر؟ مين يعني عندك الفكره ان هم بس حد يديهم سبورت، حد يقول لهم كلامكم ده هيتسمع، كلامكم ده هيتجري، مش هقعد اكتب لك وبعد كده اروح وقت وحاطه في الدور. اي حد فينا هيصعب عليه الشغل. انت هيصعب عليك شغلك لو انت كتبت وبعت محدش قراه. فبالتالي لو الحكومه تبتدي لا يا جماعه انا بدعم القطاع الخاص، لا انا بسمع،
تعالى انا عايزك تساعدني، ما فيهاش مش عيب على فكره انك تجيب مستشارين يساعدوا، في ناس كتير قوي ممكن تساعد ببلاش. تجيب وزير قطاع خاص اصلا. لا انا ما بتكلمش على الوزير، هو قطاع خاص يا باشا. قال لك الوزير ده قطاع خاص وعنده 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 وعنده. عشان القطاع الخاص انت بتدور على كفاءه مش بتدور على مساعدة. مش هيقول كفاءة موجودة في القطاع الخاص. ليه لا؟ بس انت بتدور في لا بس بص مش هنعمل نفس اللي احنا هو عارف اللي هو اتسع مش هو المفروض ينفخ في الزبادي، يعني مش احنا هننفخ خالص، انا شايف ان احنا بنجيب الشوربه تاني بس مولعه بقى اكتر من زمان يعني. هو متعلم شباب. جيب ناس اكاديميك، جيب ناس دكاتره يعني عندك برضه، مش لازم تجيب واحد من القطاع الخاص وتعمل نفس المشكله اللي عملتها في اربع خمس سنين او في 2005. انت بس مفلس، ما هو الشغل بيكون مفلس من البدايه، عامل زي مليون مليان، راح فين؟ زي كله بالظبط، عندنا 90 مليون مليان، ما خدناش كاس العالم في سنه 90، فهي هي فانت بتنفق ايه؟ يعني ايه اللي بتنتجه؟ ايه لا سيم كده. خلينا نقول عشان نبدا نخش في مصر بتاعتنا عشان الوقت الهدف ايه من المؤتمر؟ احنا عايزين ايه من المؤتمر؟ احنا شفنا او واحدة في الفتره الاخيره دايما في الناس ان المجتمع المدني بيطرح كل يوم بره شكل عن دعم الاقتصاد المصري ودعم الزمن تحت مصر قطاع خاص، شايفين رجال اعمال اشخاص مش حكومة أو مؤسسات صناعية أو تجارية، كل واحد بيبقى مفروض فردي بيدعم صندوق تحت مصر. بنلاقي الحكومة ماشية في اتجاه لوحدها في مشاريعها وماشية مع نفسها، محدش يعرف عنها حاجة ولا حد يعرف رؤية ليها إيه، حتى ما بتطرحش إيه هي رؤيتها المستقبلية للمشاريع المستقبلية للفترة الجاية. فاتفقنا كلنا إن المؤتمرات الاقتصادية مش إحنا بس على فكرة، أنت لو اكتشفت إن شهر 9 فيها شهر شهر مكدس المؤتمرات. بدا بالمؤتمر القطري وراها المؤتمر بتاعنا اللي هو دوله مصر لميزانيه التجاره، بعدها اليوناني، وبعدين تاني بقى يختم بينا شهر 9 اللي فيه ست ايفنتات قويه جدا خلال شهر 9. ده بيدي مؤشر ان اهميه المؤتمر ده، اهميه التجمع ده، تجمع بيشمل جميع القوى الاقتصاديه سواء في العالم العربي او العالم الاجنبي او في مصر، بيطرحوا افكار لحلول لمشروعات. فلازم في الوقت ده يكون معانا طرف اكيد لا يمكن الاستغناء عنه، هو الحكومه. لان انا هجيب لك رجال اعمال وهجيب لك رجال فكر واقتصاد بدون ما يكون عندي حكومه المؤتمر معلش بينجح بس مع سيدي طرف كبير وانتوا على فكره بس طبعا يعني انا لو هو بس انتوا اللي هتموجهين بتطلعوا توصيات المؤتمر المتجه وسيلة الضغط بتاعتنا عشان التوصيات دي تتنفذ. فهي الفكره احنا بنعمل ضربه استباقيه، يعني الهدف من المؤتمر ده بصراحه عشان واضحين ضربه استباقيه افاقه للحكومه نقول لها ان الفتره اللي فاتت في ملحوظه كبيره جدا وعلامه استفهام على عدم وجود وتمثيل الحكومه المصريه في جميع المؤتمرات، مش الماجد ام ولا جلوبال تكنولوجي في جميع المؤتمرات. عرفوا في مؤتمر يوم السبت عن الطاقه اعتم الاعتذار وكانتنا المعلومه لوزير الكهرباء ووزير الطاقه الكهرباء والنقل مؤتمر مواد المشروبات الغذائيه ونيفاق عبد النور اعتذر. مؤتمر الافتتاح مش عارف معرض ايه ونيفاق. فملحوظه كبيره جدا ان معظم المؤتمرات مش مقصد مؤتمر بعينه، لا ده على كل ده مؤشر خطير، لان المؤتمرات هو الملتقى والمنفذ الوحيد للتجمعات سواء تجمعات اقتصاديه يعني ده حوار. يعني حتى لو الوزير وقته لا يسمح ابعت ممثل ابعت عنده ابعت ممثل يتكلم مع قطاع الخاص يدينا رؤيتك انت ايه تعمل ايه. فده يعني مرخص بسيط جدا لمدخلي ان هد الاشرف والناس يبداوا يتكلموا عن مؤتمراتهم ده ايه ومين اللي هيحضروا فيه والقوه. يعني حضرتك لو شفتوا الاسماء اللي موجوده اللي هتحاضر فيه الفيكر اسماء تقيله جدا، لو ما كانش الحكومه تيجي تسمع الناس دي اصحاب رؤى واصحاب خطط واصحاب استراتيجيات مين هيسمعهم؟ انا الهدف مني ايه؟ انا بقول لكم خدوا بدون ما تتعبوا حلول واقعيه مش خياليه لاهم المشروعات اللي عندكم، لاهم المشاكل عندكم، بس انتوا واجب عليكم تبتدوا الاول تطرحوا لي مشاكلكم ايه عشان نقدر يبقى فيه مناظره ديبيت بيننا وبين بعض ان احنا ناخد وندي ونطرح افكار جديده. فهو ده الهدف من المؤتمر بتاعنا والهدف من القعده دي بالذات ان احنا ناخدكم كالعاده من الاعلان بوسيله ضغط كراي عام وكالحكومه المصريه. من فضلكم لو سمحتوا يا حكومه بنقول لكم قبل المؤتمر النهارده يوم 5 في 10 ايام معانا عن بناء على ما هيتم نشره من خلالكم من فضلكم احنا عايزين وزير كذا وزير كذا وزير كذا، عايزين رئيس الوزراء يجي يتفضل مشكورا، احنا مش عايزين دعم مادي من الحكومه
مش عايزين اي حاجه غير تمثيل معنوي فقط يجي يشرح لنا رؤيته وخطته، كل وزير في حقيبته الوزاريه، رئيس الوزراء في خطته كحكومه وممثل حكومه للفتره الجايه ايه؟ ماذا بعد مشروع فرد الشمس؟ ده الهدف من المؤتمر بتاعنا النهارده، تفاصيل المؤتمر والسبيكر نفسه والاسئله بتاعتكم مع نفسه واشرف مني. بس انا عايزه ازود حاجه على نجاح المؤتمرات مش بالحكومه على فكره، نجاح المؤتمر الورق ده المعلومه اللي هتطلع منه. طبعا ان الحكومه تكون موجوده عشان تسمع وتشوف الناس دي بتقول ايه او القطاع عايز ايه، ما لازم افهم عشان انفذ. ما هو انت بتروح تعمل قانون او بتروح تعمل اتفاقيه تجاريه مع بلد يمكن القطاع الخاص ما بيشتغلش مع البلد دي اصلا او ما عندوش حاجه يبعتها لها. عندها اكتفاء ذاتي من الدرجه اللي بعتولها. لازم يشاركوا، مش لازم يكون صاحبه عشان يشاركوا على فكره او يقول له المعلومه او يقول له القانون ده، لازم يدي المساحه لكل الناس تتكلم ولازم يسمع لكل الناس. غير كده يبقى احنا ما عملناش حاجه في 3 4 سنين اللي فاتوا. عملنا ايه؟ خسرنا فلوس بس ما عملناش حاجه ثانيه. الاقتصاد وقع عندنا. الكهرباء بتقطع كل يوم، اكيد انا محدش نام طبعا زينا كده وبرضه كده مش كده؟ مفيش ميه يعني حلوه الكهرباء ولا الميه؟ اه خلاص والبنوك بالنسبه لنا احنا قلنا بس انت كده الشعب كلها اتجهت نحو هدف واحد، قطاع خاص وحكومه وشعب، كلنا قلنا هنبني وبنينا. خلاص بس ده 35 مليون حضر دماغي تقريبا ما شفتهمش اتكلمت عن النقد البحري. النقد البحري. شيبينج؟ لا النقد البحري كان مؤتمر خاص من الاستثمار وحدها. مؤتمر بحري وعنده النقد البحري. اللي هو يعني انا شايفه انه ليه المستقبل بتاع مصر الفتره الجايه مع المشروع بتاع محمود السويس ومشروع السنه الكبيره. انت عندك هنا واحد في ثلاثة نقل بحري وعندك لوجستيات وعندك شركة عندك 6 7 بتحضر الناس. لا خالص دول بيخدموا الشركات. ماشي ما هو برضه الناس ما تعاملش مع الجمهور ما تعاملش مع الشارع ده. انت حضرتك دلوقتي لما كلمت قلت احنا عايزين لا انت على الوزير ايوه بيقول قطاع خاص بقول له لا وزير التجاره عندنا ده ليه علاقه بالتجاره ولا ليه علاقه بالصناعه اساسا هو كل ده علاقه بالاعمال. انا هعرفك على حاجه، اول امبارح كان المؤتمر بتاع مدير منظمه التجاره العالميه بنساله سؤال اصلا ما تحرجنيش قدام الضيف في وزير لو قلت كده كان سؤال ايه؟ وزير لو فشلت اتفاقيه باله وفشلت ان كنتوا يعني تقفوا قصاد الهند وتقنعهم لو قالوا لهم ده المذاق هيبقى في ايه؟ فدول طب ما تخدموش قدام الراجل. بس ده مش سؤال، ده سؤال ممكن سياسي اكتر ما هو اي حاجه. بس هو بس هو مش ممكن تفشل الاتفاقيه؟ وارد حاجه يعني بديل بلاد بديل صح؟ بلاد ايه عندك؟ ما قلناش بديل كده كله. بص هقول لك حاجه، كان عندنا في التمرين السنه اللي فاتت كان عندنا حمل بحاجه وضع شيء تمام، كل حاجه لازم تكون حاجه. انا معاك زي ما قال البحري ده من اهم الحاجات الموجوده اصلا. كانت السويس بتبني على كده، عندك 8% من نقل البحري العالمي التجاره العالميه في نقل البحر لحد النهارده بتقع في الحفره، علشان دلوقتي عادي انه عندك 16% او 13% بقى 6 حلو لغايه دلوقتي دي منظومه كده
الطائرة، عندك نقل بحري بقى المصري اللي هو شيبنج، شيبنج اندستري. عندك هنا بي اي انتر مش اكاديمي ديش مود الشويسري بتاع باسيفيك انترناشونال لاينز، وسمعناه في المجلس التمويلي السنه اللي فاتت، وسمعنا من وجهه نظره في المواني، وقال لك احنا مش محتاجين زيادات في المواني، محتاجين نحسن من المواني اللي اوريدي موجوده. فهو دي وجهه نظر النظر ان احنا مش محتاجين نبني مواني جديده، محتاجين نحسن في المواني اللي عندنا. انا مش قصدي المواني الجديده، انا قصدي حاجه واحده بس، الاهتمام بتاع المجلس البحري. احنا كل اللي عندنا رؤساء المواني ورؤساء الضباط في الجيش عند الارباك فبيجي بيطلع معاش بيمسكوا حاله. ما جابش واحد دارس فاهم يعني ايه لوجيستيا. ده في النقل العام. ده في النقل العام. ده في النقل العام. ده في النقل العام. ثانيا القطاع الخاص، القطاع الخاص متفوق جدا. تمام. دي حاجه احنا مؤمنين ومستغربين جدا. بس احنا ليه ما نقعدش على من خلال مثلا مؤتمر ان احنا نجمع فيه القرارات بتاعت النقل البحري الخاص. نشوف خطتهم. نقول لهم يا جماعه ادوا معلومه للقطاع الخاص. ادوا معلومه للقطاع العام. ادوا له فرصه يساعدوه، يعملوا شراكه بيمين معاهم انكم انتوا تتجمعوا. ما حضرتك المؤتمر لما كنا في اكتوبر شوف احنا كنا جايبين ناس كتير مش ولا اصل كده واعتذروا بحاجه واحده. بص هو ناقد هو ايه؟ انا موضوع الجزر ده مش هو ده الموضوع. مش قصدي مش قصدي انا ما بسمعوش. سيبنا انا مش عايزهم يسمعوا الفتره دي ان هم يسمعوا او ما يسمعوش. هو في الاخر احنا دلوقتي في موقف، الموقف دوت الحكومه بترجع لنا كقطاع خاص طول النهار، تقول لي بره، تقول لي استثمر، وتقول لي شغل. صح؟ حلو جدا. انا ما باخد بره ولا استثمر ولا اشغل. بمنتهى البساطه من غير ما يبقى في خطه استراتيجيه اقتصاديه عامه وطنيه مبنيه بشراكه من القطاع الخاص والقطاع المدني والقطاع العام والحكومه، وعاوزين خبراء اجانب يجوا يساعدونا برضو على عيننا وراسنا من فوق واخواننا العرب يجوا، كل الكلام ده المهم يبقى قدامي زي ما في اجنده كده. انا عاوز اجنده تبقى وطنيه في ايد كل واحد فيكم، عارفين كويس جدا احنا رايحين فين وهنعمل ايه. لان انا قطاع خاص انا مش جاي عشان بره، انا جاي عشان اعمل فلوس زي المستثمر الاجنبي يحترموني كمستثمر مصري، مش اللي هو عشان عشب بقى واقعد بتاع وهتستثمره بقى وهو كده. لا مش كده، هي الموضوع ما هوش كده. نفس الوقت النهارده لو خدنا فلوس اكبر رجال اعمال مصر كلهم واحد واحد من السوارسه وانت طالع هنلم كام؟ هنحطهم هيديهم سنه في عجز الموازنه. لو بعد كده الناس دي بقى هتقفل مصانعها والناس تقعد في بيوتها ويبقى كده خدنا فلوس من القطاع الخاص والاغنياء والدعوه والاعمال الاجتماعيه وزود بعد كده انك عامل لي حد اقصى للاجور. فايه كل الكوادر اللي احنا بنتكلم عليها سواء من قطاع خاص او اكاديميين او حتى لو هو معاه دبلوم صنايع وهيشتغل يعمل حمامات احسن له بكتير ان هو يروح يشتغل في القطاع العام بالحد الاقصى اللي احنا بنتكلم عليه. فانت بتمود الكوادر اللي جوه القطاع. فادي اخوانا الموضوع بمنتهى البساطه خطه استراتيجيه اقتصاديه نحطها. السنه اللي فاتت في المجلس التمويل قلنا خلاص الطريق الاقتصاديه وان المجموعه الاقتصاديه جبناها قعدناها كان في ساعتها 8 حلو. السلام عليكم. ايه الرئاسه؟ السلام عليكم. احنا وبنسوي وبنعمل والامن والقصه والحكايه والسياحه والزروع والبناء والمين كل الكلام التجاريه وهنرجع ونعمل ونسوي. السنه دي عدت احنا كان يوم برضه 29 30 سنه اللي فاتت او 30 1 اكتوبر السنه دي 29 30 بالمئة. يعني لو حبيتوا نطلع لكم الفوتج بتاع السنه اللي فاتت هلعبه لكم في المؤتمر واحد واحد ده قال ايه النهارده انت عملت ايه شكلنا هيبقى باين جدا. من ضمنهم السؤال اللي انا سالته طرحته على ساعتها كان معالي الوزير الاسكان النهارده بقى رئيس وزراء، طرحت عليه سؤال بسيط جدا في المؤتمر نقل العاصمه من القاهره يا معالي الوزير. تمام. رد عليا معالي الوزير قال لي حضرتك ده موضوع كبير جدا والقاهره 2050 وان احنا ده الاجيال الجديده ومش قرار حكومه تاخده لوحده. والراجل اهو الفوتج عندي حاطه على الفيسبوك بس عشان يعني ايه، وتحتيه المنشات اللي بيقول مؤتمر صحفي رئيس الوزراء والوزراء والعاصمه الجديده الاداريه. ايه اللي حصل في الثمان تسعة اشهر دول اللي فرق من ان انت بصيت لي كاني كنت بتكلم في تعالى نطلع الفضاء، لان انت خدت قرار كحكومه معاك وانت قلت لي ان حضرتك ده لازم يطرح على الشعب تبقى موافقه شعبيه وقرار شعبي مستفيد. فخدت القرار عيني راس من فوق وانا عاوز ناس تاخد قرار. خدت بناء على ايه؟ نقيت المكان ازاي؟ طيب النهارده هتنقل وزاره الخارجيه من ماسبيرو ازاي؟ يعني الدنيا عامله
انت لسه بتبني وزاره السياحه الجديده اللي عندي في الشيخ زايد هتنقلها وهتسيبها زي ما هي، يعني هل العاصمه الاداريه دي بجد هتبقى عاصمه اداريه تبني فيها مجمع وسفارات والبتاع، ان هي دي العاصمه الاداريه. هتعمل كده ازاي بقى؟ ايه الخطه الهندات؟ ده الزراعه اللي في المهندسين، هتنقل ال 5000 دول. 5000 كم مبنى اللي معاك؟ هتوديهم ازاي؟ مفيش حاجة امبوسيبل يوم ما الناس والامارات قرروا ان هم يبنوا برج خليفة ده، ما هو ده واحد شيخ ندب واحد قال له انا عاوز ابني اكبر عمارة في العالم. تمام؟ قال له تمام يا فندم، هات الناس اللي موجودة اللي نقدر بيوت الخبرة والبتاع وشارك الشعب الاماراتي وشارك الامارات اللي جنب دبي وبتاع ونقعد نفكر فيها هنمولها ازاي. بدأوا يحطوا خطه نطلع كيلو في السماء ازاي؟ مش البصل. ما كان من الاول لو احنا كنا طرحنا المشروع ده في المال والتمويل السنه اللي فاتت كان الوزير كان قال لي لا هو ده ما وقت ان احنا نبني واحنا هنعمل ايه؟ لا الناس خدت القرار بقلب وبنى اول 30 دور جاله مشكله، بنى ال 30 دور اللي بعدهم حصل له مشكله، بنى ال 1000 دور اللي بعديهم حصل له مشكله، كل ما بيطلع كل ما بيواجه مشاكل مهما خططت، ولكن لما بتواجه المشكله لازم يبقى عندك بلان بي، لازم يبقى عندك المقدره ان انت تغير توجهك وتظبط نفسك. احنا عندنا من الاول لا انسى، وكنت هتدخل بقى في الارض بتاعت مين ولا جيش وهنخصصها وهتطلع عام ولا هتطلع خاص ولا دي المشاكل اللي احنا بنواجهها. فبنيجي نقول احنا ما بين دلوقتي محتارين في قرارات بتتاخد الحمد لله، فور قناه السويس لقيناها بتتحل، شيلوا الدعم اتشال الدعم، تمام، نزلوا شهادات نزلت شهادات، انه عاصمه جديده حاضر بنبني عاصمه، في قرارات بتتاخد مش كده. وانا مبسوط جدا يعني ادي 50% انا مبسوط، 50% اللي بعدها بيدخل بقى فكر القطاع الخاص اللي انا متربي عليه، واحد زي واحد يسوي اثنين. خلاص الفكره اتطرحت ان احنا بنبدا بافكار the dreams and the vision and the passion، دي الحاجات اللي بتبدا اي حاجه اللي قرر ان هو يعمل اللمبه ده اكيد يعني اجيب دي وتركب هنا هذا vision. فاحنا عندنا vision، vision قناه السويس، vision منطقه يعني محور قناه السويس، بعدين منطقه تنميه منطقه قناه السويس نفسها، دول اثنين عاصمه اداريه انت ممكن تتخيل. وعلى فكره من اكثر الناس بقى لي 6 سنين بتكلم في عاصمه جديده لمصر وخدت كل جانب منها وشايف انها من احسن حاجات ممكن تحصل في مصر، ان احنا نبني عاصمه جديده مش بس اداريه، عاصمه جديده توتال وتتاخد وتروح تتحط في الضبعه، تتحط في حته بعيد مش في العاشر من رمضان. هتنقل الناس ازاي وفين الاتوبيسات وايه النتورك اللي بيوصل والنقل العام بيوصل وما بيوصلش، هتسكن الموظفين فين؟ ما دي دراسات احنا كنا عاملينها للعاصمه الجديده، نقل وزاره الخارجيه خدناها كم موظف في وزاره الخارجيه؟ شريحة الموظفين موجودين ايه؟ دبلوماسيين كام؟ تمام مستشارين كام؟ مستشار موظف اداري كام؟ اوفيس بوي ماسنجر سواق كام؟ يبقى انا لما انقل المبنى دوت محتاج ارض قبل كده قبل كذا ومحتاج بقى اسكن 2 كومباوند قدام يا دور اعمل لي 2 كومباوند حلوين زي بتوع الشيخ زايد كام؟ تمام عشان ساعه السفير يقعد فيه. وساعه المستشار هنعمل له توين يونتس جنب بعض وتاون هاوس. والاوفيس بويز هنعمل اسكان ما اعرفش ايه ده في المنطقه دي، تخطيط حاجه اسمها بلان لازم نخطط، مواصلات اللي هتنقل الناس دي لما هينقلوا هناك قطاع خاص احنا حطني في اي حته قول لي دي عاصمه انا شغل وقول لي في 4 موظفين هفتح في موبيلي، هتقول لي في ابو شرع فاتح جنب على طول شويه هعمل حاجزها من فتح هبقى هشتغل هعرف اعمل ايه. احنا قطاع خاص اديني المكان وانا مش مادام في ناس هتشتري المنتج بتاعي، ولكن اديني اساسياتي بقى شارع وضرايب وبتاع وغير كده وكهرباء وكهرباء دي بقى دي قصه ثانيه. طيب العاصمه الجديده ديت بدل ما نتكلم على نبني عاصمه جديده لازم نعالج فيها الجهاز، يعني كل التساؤلات دي بتيجي في دماغ الواحد. وانس ان احنا قلنا العاصمه الطاقه بقى بتاعتها، هل نبدا نفكر بقى افكار اوتسايد اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا انه بدل ما نبني مكان جديد تعالوا نقول ان هينزل قانون بالقرارات بقى اللي بتتاخد دلوقتي، يلا بالمره ناخد قرار اي مبنى جديد في اي منطقه عمرانيه جديده من غير هيتر بتاع سولر ما تتبنيش. خد القرار دلوقتي، يبقى العاصمه الجديده اللي هتتبني كل المنشات الحكوميه اللي هتتبني هناك هتتبني بايزو كذا
ببيلدنج كود كذا وهيبقى فيها طاقه شمسيه كذا على الاقل 80% وهنستخدم ال اي دي لايتس هنعمل معرفش ايه هنعمل جناين هتبقى ابدا خطط من دلوقتي دي نموذج للعاصمه دي تبقى نموذج لكل مدن مصر ليه لا وممكن ندخل اكتر من كده نبدا ان احنا نبص عليها كمنطقه جديده نقدر ان احنا نجرب فيها تشريعات وقوانين جديده ازاي بقى نطبق هنا في مدينه جديده ضريبه العقار مع ان مش عارف اطبقها في امبابه والزمالك وجاردن سيتي علشان الموضوع صعب ولكن بدايات ابدا بقى من الاول خالص عارف ان اليونت ديت الوحده ديت بكذا بكذا والعقار الضريبه العقاريه عليها كذا وبتستخدم طاقه متجدده ادي بقى من نموذج جديد لمدينه ده الحلم الحقيقي اللي احنا بنفكر فيه. تمام؟ ولكن ان انت من اجل ان انت عاوز تفضي المرور من القاهره فانت واخد فكره المفروض تبقى متكامله زي كامبرا وبيرن وبون وبطوة وهتروح ترميها لي جنب العاشر من رمضان في سكه مفيش هاي واي ولا بتاع ونقعد تاني ندخل في الزحمه ومحور المدينه واقف ومحور العاصمه عامل هتبني فيها مطار. بس هو ساكن في الشيخ زايد فهو بيتعذب بقى في المحور. لا انا اللي غرزني في الموضوع ده وزاره السياحه اللي هم بادينها عندي. ما تساعد الموضوع ده على فكره. جدا الصرح مبنى اكثر في الحياه. ليه وزاره السياحه عندك كم المستشفيات اللي عمال يفتح في الحته دي اقرب من الخيال، انا كل ما عادي الاقي مبنى مستشفى مش عارفه للولاده، مستشفى مش عارفه فانت الناس اللي بتشتغل جوه المستشفيات كتير. من هاوس كيبنج اللي بينظف للممرضه ليه طب افرشها دخلها جوه الشقه يعني دخلها في حته جنب حته يعني سيبونه فيها عشان ما يجيش من الدقيه وما نسينا مصر جديده فعلا لازم تخطيط في كل حاجه احنا بنعملها وللاسف ما ينفعش ناخد قرار حتى لو القرار الداخلي وانا بعتبره القرار رؤيه تمام فيجن ان احنا ننمي منطقه قناه السويس فيجن ولكن تاني انا ما وصلنيش دوكيمنت كقطاع خاص بعتتلي من وزاره الاستثمار بطريقه شيك وذوق او ممكن الرئاسه او رئاسه الوزراء لكل رجال الاعمال والصحفيين بتقول لي والله احنا الخطه بتاعتنا هتبقى 1 2 3 4 5 فرص الاستثمار اللي عند حضرتك سواء في مصانع مثلا الاسمنت او مصانع كذا معايا مرفق في المخطط ده والمخطط من وزاره البيئه بتقول لي لا لو هتبني اسمنت محتاج تبني بالطريقه ديت لو هتعمل اعاده مثلا زباله او بتاع هتعملها بالطريقه ديت مرفق معاها تمام من وزاره العمل بتقول لي يا اخوانا والله انا محتاج ما عنديش كوادر كفايه محتاج تدريب كذا 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 اللي عاوز منكم من القطاع الخاص ان هو ينشا مع بعض ينشا مع بعض مراكز تدريب مراكز حاجه تنميه الصناعات كل ده كل المصريين يكون قاعد مع بعض وحط الحته بتاعته صح؟ واخد اقعد بقى اقرا اطلع منها واعمل كده وانت بتشتغل وبيتقطع علينا ومال علينا ده المخطط اللي انا عاوز اشوفه ولكن انا اطلع مع انيس واطلع مع وائل ونقول كلمتين هنا واربع كلمات هنا ونعمل مؤتمرات صحفيه صغيره ونعمل لهم مؤتمرات نتكلم معاه وبتاع في الاخر محدش هيضحك علينا ان 1 بلس 1 ايكوس 1 زائد 1 زائد 1 مثلا حاجه دي هتعوق الاخرام فيها كام نقص؟ 10,000 عمريه الاخبار 6,000 دول فين؟ مكانهم الرئيسي جنب بعض صح؟ اه زحمه نفس الشارع اه كفايه دول يا ابني زحمه في الشارع رمسيس هو ده مفيش حق نفس يعني كفايه دول حتى في البلد كلها يعني انتوا قاعدين كده واحنا قاعدين 20,000 بني ادم واحنا كده 20,000 قريه ذكيه لحد دلوقتي مش عارف انا بغطي مش مفيش ملف موجود جوه الوزاره فممكن المعلومه تجيلك قبل ما تجي طالما الدراسه ولكن انت برضه ما كتبتش انتوا بتيجوا المؤتمرات عندنا اول حاجه بتسالوها ايه صح؟ فين الاجنده؟ فين الاجنده؟ فين البريس ريليس بتاع الصبح؟ ومين المتحدثين؟ في مصاحبين بياخدوا الكلام ده ولكن الخبر نزل الساعه 9 الصبح تمام مؤتمر انتهى يعني وخلص وكله قال واشرف اتكلم ايه 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 ايه
هو الراجل عايز خلاص قال في اخر المؤتمر بديله اللي اتقال يعني ايوه في بقى قاعدين زي وبتنزل بقى خبر كل نص ساعه كل ربع ساعه كل. فانا لازم اتابع لازم اخش بون تي في الصبح اللايف الوزير قال كلمتين واقفه وخلاص بقرا اللي انتوا بتقولوه على كده التحليلي مش اللي انا كان عندي الناس اللي جت حللت وقعت كان بقى من التحليلات دي هي اللي بتتقال غير المانشيتات اللي بتطلع المؤتمر اللي قبله التعميم هو نفس الخبر الصحيح. فحتى تجميع ناقد بيعمل القصه دي بيجمع مش بس اللي نزل بريس ريليس التحليل ونقعد نتراجع تمام وده اللي هم المفروض يقعدوا بقى حط الكلام ده نقعد نتراجع. لكن لو انت موجود من الاول قاعد تتناقش معايا يعني احنا النهارده بنتكلم على نرجع معاك كرسي من العاصمه بس انا بدي اكزامبل نفس فكرة العاصمة هي نفس فكرة منطقة قناة السويس. أنا كنت في تلفزيون مصر من يوم فاتوا الراجل بيقول لي إيه أهمية كوريدور ماكرو قناة السويس قلت له والله ده كان المفروض عملناه لما غنينا تمام سينا رجعت كاملة لينا لما شادية طلعت غنت والريس راح رفع العلم مش هتموت مرة ونزلناه ورفعناه تاني تمام ده كان وي هاف تو ستارت كان لازم نبدأ بقى ساعتها عارفين إن في يعني ظروف سياسية ما كانتش معانا إن إحنا نعملها ولكن النهارده المشروع هو مش مشروع قومي وما نبصوش ان هو مشروع قومي ده مشروع عالمي جلوبال ليه؟ ان انت مش رايح بتبني مثلا سد في الوادي الجديد محدش له دعوه بيه هات واحد سايح هيجي يشوفه انت هنا بتتكلم على لو واحد قاعد في البرازيل بيصدر بن مثلا اي حاجه الراجل دوت هو من مصلحته يبقى عارف ايه اللي بيحصل جوه محور قناة السويس والتنميه اللي بتحصل فيه وايه اللي هيحصل على جنب على الجانب بتاع المحور وهيبقى شكله عامل ازاي وفلوسه هتبقى هو انت قاعد بتاثر على واحد بيتاجر في موز في البرازيل صح؟ فالنهارده هو بس مش مشروع قبل نيجي نبص على استثمارات عايزين ان احنا نفرق ما بين المحور والمنطقه اللي حوالين التساؤل ان احنا ممكن نيجي نحفر ونسيبها كده كمان 60 سنة 60 دم أنا بس بدل ما كنت بتقعد تتزنق هنا فتحت لك السكة هنا ونشتغل وده هيبقى حلو وجميل برضه ولا مش حاسب لسبب إن أنت هيبقى عندك بدل ما 8% من التجارة العالمية البحرية بتعدي من عندك لو هناخدها بالملي هنقول هتبقى 18% 16% دبل عادي 98 سفينة في اليوم كانوا بيتكلموا إن هي كانت 48 المفروض المحور ده يعني هنقول هندبل ابدا في قناه السويس 5 مليار 6 مليار تمام قول دي بقى ما بتعملهاش دبل بتزود عليها كمان شويه عشان كل ما يعني ايه قول ممكن توصل لك حوالي 15 16 تمام هي كالكوليشنز مظبوط في الحته دي انا ما عنديش اي مشكله ممكن نتكلم على مين اللي بيحفر محور قناة السويس فهو الجيش. الجيش بمين؟ بالقطاع الخاص. تمام؟ بإدارة الجيش بتنفيذ القطاع الخاص. النهارده اللي يفتح بقه ويقول لي إيه اللي دخل الجيش في الموضوع أقول له أنا ما أضمنش مؤسسة ولا شركة ولا بني آدم يلبس قناة السويس غير الولاد اللي عبروا قناة السويس. المهندسين اللي بنوا كباري في ثلاث ساعات وعبدوا وراحوا نزلوا خط بالريف اللي قالوا لك عمره ما هينزل. يبقى مين اللي يروح يحفر لي محور قناة السويس؟ اروح اجيب انا شركه قطريه تحفره لي ولا انجليزيه؟ جيش يقول لي احفر مع مين في ظهره؟ في القطاع الخاص. مين اللي بيموله؟ الشعب. بمين؟ باليات البنوك القوميه بتاعتنا. الله ايه احلى من كده؟ يعني ايه احلى من كده؟ ان احنا نفكر فيه. ولكن كل دوت شعب انا بقى عاوز اعرف الخطه الاستراتيجيه على الجنبين بعد ما حفرنا الجيش. ثانك يو فيري ماتش تمام يا فندم. رجعوا تأمنوا لي المنطقة القطاع الخاص بقى يوم ها مين الأدبية دي ولا أدبي ولا اسمها إيه دي أدبية دي مش شغال ها بالكو مش بالكو بتاع تيجي تشوف إيه المشكلة تلاقي إن القوانين اللي بيطرحها الحكومة على القطاع الخاص علشان يجي يشغل مينا زي دي يقول له تعالى استثمر كل فلوسك ودي 25% وأنا هي 75% وأنا اللي قرر أعمل إيه ده أخليها زي دي انا هعدي ماركتي واروح اروح في برندسي في الطريق. طب ليه؟ طب ما تبدا انت افتح بقى افتح المواني بتاعتك افتح خلي القطاع الخاص انسى ان القطاع العام لازم ان هو يعمل لك كل حاجه مفيش بلد في الدنيا عندها قطاع عام زينا بيعمل شرابات وبيعمل فانيلات وبيعمل مش شغل الحكومه اتس نوت ذا جوب اوف ذا جفرمنت
هو يعمل، وبعدين كلها شركات فاشله. لما نيجي نقيمها كده تقييم هتلاقي ان هي شركات مالهاش اي لازمه. النوادي بتاعتها كل حاجه. فانت بتضحك على نفسك وبتضحك على الشعب اللي انت بتقول فيه عداله اجتماعيه، وبتقول له حد اقصى وحد ادنى. النهارده ابدا خلي حتى لو عندك مؤسسات قطاع عام خليها مؤسسات افيشنت، يعني بدل سوري يعني يبقى عندي في الاهرام. انا متخيل كل واحد فيكم لو سالته السؤال ده، لو في 10,000 موظف 12,000 موظف جوه الاهرام، حضرتك من خبرتك جوه الاهرام او جوه اي مؤسسه المفروض يبقى فيها كام موظف؟ تمشي تبقى بيرفكت بكام موظف؟ هم 2000. حلو جدا، يبقى انت عندك امانه فيها ب 10,000 واحد بيدخل، واحد واحده بيدخل مؤسسات الاهرام حوالين البلد كلها، مفيش انتاج نو او كوت ليه؟ ممكن 10,000 دول كمان، ده بس ده غير بتاع اسكندريه، ده غير بتاع اسيوط، ده غير الباقي يعني. لو خدناها برسنتجز هناخدها، هنقول ان في يعني ممكن ان هي تشتغل لو شلنا 80% من الناس الموجودين هتبقى افيشنت كده تبدا تشتغل. يبقى النهارده ما عنديش مشكله حتى ادنى وحتى اقصى من المرتبات دي كلها، حتى ان انا اديها ل 2000 بني ادم. لازم اللي ما بيشتغلش يروح. انا مش فاهم انها تخسر برضه سنويا. ده هيجنني على فكره، عندهم جامعه وعندهم شركات سياحه وعندهم، وده برضه ملوش علاقه بالاهرام، ده غلط برضه. ما هو برضه انت ليه بتعمل شركه سياحه؟ كذا كذا بتعمل جامعه الصحافه في العالم بتخسر، بقى بتخسر ليه؟ لانها في شروط وقواعد بتمنع عليها. يعني مثلا دلوقتي لما نيجي نتكلم في برنامج، البرنامج ده بتاع حد بعد 2 جنيه بلس ولا 2 ونص، هو تكلفته كام؟ ما هي دي التكلفه برضه، هو مش بيحسب. لا بعدين انت بتطلع مثلا 20 صحفي، الاهرام بيطلع صحفي، بيطلع 40 صحفي مثلا، 20 صحفي كام؟ في كام اعلان؟ في كام واحد بيعرف يقرا اسمك؟ في كام واحد في مصر بيعرف ايه؟ لا هي ايه بالظبط؟ لو نزلت الافشنسي اللي احنا حسبناها هنلاقي ان احنا شلنا 12,000 موظف من مؤسسه الاهرام، واشتغلنا من 2000 ل 2500 بالقوادر المظبوطه، كله بياخد مرتبات اللي هو يقدر يعيش بيه بالعداله الاجتماعيه الحقيقيه، ونشتغل لما تاخد، مش ان انت تبقى بتشتغل وتاخد زي اللي قاعد جنبك ما بيعملش اي حاجه، ده بيعمل احباط لكل الناس. انا اعرف متحدث في وزاره الماليه مصباح يا حبيبي مش في اليوم وصل اليوم الكلام ده يطلع كله زي ما هو. يلا بالشفا. لا يعني مش هو اللي كامل قوته، هو اللي بيدي الشهادات كامل اللي هو هنا طاقه تحت. انا بس يعني قيمه الشهادات لحد دلوقتي 3.5 مليون. هو محتاج 60 هو اللي في رقم شويه. هو اللي في رقم يعني رقم 3.5 ده كده كتير؟ لا ولا جدا 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 جدا. هو محتاج 60 هو محتاج 60 ما هو برضه لازم يبقى في دعايه كويسه للمشروع ده. لحد دلوقتي مفيش وزير طالع يعرف يتكلم عن المشروع كويس. تسال الوزير يقول لك احنا هنعمل. اولا هو مش مشروع، احنا مش بنبني محور كامل دلوقتي، احنا بنحفر قناه موازيه. لازم نفرق بين المحور كامل والقناه الموازيه. لازم نقول ان دي قناه موازيه بتطول مثلا كذا كيلو بعمق كذا كذا. لكن هو بيطلع يقول لك احنا هنعمل محور قناه السويس، وهنشغل بورسعيد، وهنشغل المدن حوالين القناه. يا عم ازاي؟ هو بيشرح، هو مش فاهم. ده استاذ اشرف انا عندي سؤال. حضرتك كنت بتتكلم في الاول على المشروع الدولة فكرة كويسة ورؤية، بس أنا شايف إنهم ده في وجهة نظري أنا. السبب من الأسباب اللي بتخلي الحكومة تطلع بتتكلم على رؤية من غير ما تتكلم في ديتيلز، إن هم باصين لحاجة تانية دلوقتي. كنت بقول لحضرتك لو نحسب من ساعة ما السيسي كان في السويس وافتتح لحد دلوقتي، المفترض إن كل واحد في الوزارة الاستثمار والإسكان كل واحد عارف دوره، بس لحد دلوقتي مفيش ولا حاجة من دي موجودة. فانا ما عنديش تفسير لده غير حاجه واحده، ان هم مستنيين الانتخابات البرلمانيه.
لانه هو مستند بمعنى انت هو عارف ان بعد الانتخابات البرلمانيه ممكن حاجه كتير قوي كده هو اصلا ممكن ما يكونش قاعد من مصر بالظبط. هو بقى سؤالي دي هل احنا هنقدر في الحكومه اللي هو انا ماشي ماشي فانا مش هشتغل هفضل حاطط ايدي على خدي هطلع اقول كلام كبير واقول كلمتين لا انت وزير ولازم تنفذ حتى لو قاعد يوم انا ماليش دعوه دي ليها هتمشي هطول انا ليا لو مسكت يوم تشتغل سنه مش هتاخد فلوسهم مش تاخد مرتب اخر الشهر. لو احنا بنتكلم على زي ما الحكومه بتقول ان احنا محدش بيبص ان احنا حكومه ازمات والكلام ده المفروض ان بقت المفروض ان هو قاعد زي ما بيقولوا قاعدين من الساعه 7 الصبح وبيروح اجتماعات وبيروح يلف مع احترام لكل اللي بيعمله بس برضه المهم ان هو يرجع في الاخر بحصيله. انتاجه فين؟ انا لحد دلوقتي مش شايف حصيله. مش شايف اي حد حاطط كده اغلاق في يوم كلهم راحوا راس العين او اي حد في وزير في هم انا شايف ودي غلطه كبيره جدا في ظني دي شغلته المفروض ان انت يا جماعه التخطيط لو كان في حد بيفكر سياسي انت بتفكر ازاي بتفكر ازاي بتفكر العين حلال ولا مفضل حلاله بس مرجع تعبانين في في عام 1929 30 30 مؤتمر تاني بس يعني انا نقطه موضوع مجلس الشعب في تخوفات على فكره وعشان كده احنا حطيناها من المحاور اللي احنا خلينا ده موضوع تمام بس انت هتفضل يعني بس عشان اجاوب على سؤال احنا عندنا تخوفات بتمثل في ثلاث مجالات القرارات اللي اتخذت في الفتره اللي فاتت ديت احنا في انتخابات مجلس الشعب هتيجي تمام هيبقى في برلمان البرلمان دوت انا حتى مش بوصل له الناحيه السياسيه بوصل له الناحيه الاقتصاديه البرلمان دوت هيبقى في اعضاء مجلس الشعب تمام اللي هم قاعدين في الجانب هي بالاقتصاد تمام سواء بقى لجنه الطاقه سواء لجنه التجاره الخارجيه سواء لجنه الصناعه الحاجات دي تمام وهتيجي حكومه المفروض هتبقى من اغلبيه مجلس الشعب وعندك دستور قرارات التحكم دي كلها هيرجعوا بقى يتقاضوا فيها ويقول لك لا ما هيش دستوريه ولا اصل ما اعرفش مين اصل ايه ودي دي مالهاش دعوه بالحكومه خالص هي دعوه بالرئاسه هي دعوه باللي خد القرار تمام فهي هتبقى مشكله مجلس الشعب مع الرئاسه هتبقى مشكله الحكومه مع الرئاسه قصه ثانيه مالهاش دعوه محدش هيجيب فخري ولا زعزوع يقول له اصل انت او ايه الراجل خد قرار انت ضفت ايه امسك يعني قرار اتاخد امسك ويجري ان هو ده اللي انت كنت عاوزه كوزير اي واحد فينا كان عاوز بس قرار من القياده بتقول له اعمل تمام ما دام بقى عندك اعمل اقعد في مكتبك كده ايه حتى لو قلت ما تشتغل اوعى تشتغل لغايه ما يجي بره اضحك عليهم وروح مكتبك قفل النور لو مش مكتوب اوريدي واقعد انت اشتغل على الخطه حتى بعد ما تطلع من الوزاره روح قول وانا كنت هناك ما كانوش بيخلوني اشتغل وانا كتبت دي بالمعرفه بتاعتي اللي انا اكتسبتها جوه الوزاره دي فالكلام دوت تاني انا مش فاهم هم متخوفين من ايه احنا مش عارفين اكتر منه انا مش عاوز يقعد زيه زي اي وزير قبليه ولا بعديه الوزراء بيجوا جروبهم بيبقوا قاعدين معانا بالليل بنتعشى مع بعض في اي قاعه وعاملين مؤتمر صحي تاني يوم يقول لك البوازن ايه مشكلته؟ ما ينزل يطلع ايه مشكلته ان هو يعمل يعني خطه بيوم تبني العاصمه الجديده يعمل خطه ايه مالها ومال البرلمان ومال عمال الدنيا عندك معنى قناه السويس خطه محطوطه في الاضراب من السبعينات وبعدين في الجامعات العالميه كلها في فصول بتاعه اركتكتشر وبزنس واستراتيجي وبتاع بيقعدوا يحطوا بزنس كيس قناه السويس دي المفروض يبقى شكلها عامل ازاي على نموذج برج علي وعلى نموذج ما اعرفش ايه وعلى نموذج بتاع سنغافوره احنا مش شايفين الرؤيه واضحه احنا مش قادرين نتخيل ازاي ممكن يحصل تغير في السوق العالمي عشان نحط قناه السويس. هل في شركات حلويات عالميه بتحدد العمق على سيستم السفن عليه؟ لا السفن احنا اللي بنحدد العمق على السفن المبنيه عالميا، حاجه اسمها الدبل هال والسنجل هال. السنجل هال تمام. الكتاب الكريم كان في مؤتمر اللي هو الانفستيجيت اللي هو في كانوا بيتكلموا ان ممكن عاوزين عمق 55 متر. تمام عشان السفن الجديده. عشان السفن الجديده. فاحنا ما عندناش امكانيه ان احنا نعمل كده. لا دي امكانيه انك تحفر يعني انت بتحفر لسه ما تقدرش تحفر الناحيه الثانيه يعني بالظبط ولكن ده المفروض بس اللي مستقبلا هنعمل كده ببص ساعات فاحنا لازم نحدد دي برضه في استراتيجياتنا ان احنا نكون عاملينها حاليا ان احنا عندنا قصور في النظر اللي احنا بنقول لك احنا اخر الاسبوع الجاي طب انا مش هشتغل بعد الاسبوع الجاي يعني هشتغل هم اخرهم حاسس ان هو خلاص يعني 2020 وخدوا الشعب في يعني هو الشعب مبسوط بالمشروع قوي وميلاد والناس بتروح تتصور وبتاع ودي حاجه جميله وانا بقول للناس لو سمحتوا انزلوا اشتروا الشهادات
ان هو مشروع مضمون، مشروع قومي، مشروع عالمي، وهيبقى فيه عائد. وكويس ان احنا بنتكلم عن 3 مليار النهارده، احنا مش عايزينهم يبقوا 60 مليار النهارده. لو عملت جبت 60 مليار النهارده مش هتعرف تنفذ 12%. مش هتعرف تديها، ما انت بتديها من فين؟ سؤال. مش هتطلع العائد ده بتجيبه من فين؟ على شهاده الالف. لا 12% لا على الكل. على شهاده الالف. لا ال 10% 10% بعد بعد سنوي نصف سنه وست شهور. لكن ده يعني اللي هي اللي هو بيرجعها ال 1000 دي اللي هي بتاع كل سنه شهور 8% بس كل ست شهور كل سنه ست شهور كل سنه شهور ست شهور. فاحنا بنتكلم عن ال 1000 في الجنرال اللي هو الناس ممكن تحطها. هو ما يقدرش ياخد 60 مليار النهارده يبقى المنصوب كلها بس برضه في حاجه لذيذه هو عملها لما طلع طلع حط الملوك اللي هتغطيها خد الالعاب بتاع تمام اللي هو هيرجع الفلوس لكن ال1000 ممكن تستبدلها بعدها 3 ايام لكن 10% مش ممكن تستبدلها الا بعد القيمه. هي المشكله في القيم الاكبر ان انت هتدفع على اسعار ال1000 هتاخد لك ايه؟ هتاخد لك 30 جنيه في الشهر يعني 10 جنيه 30 جنيه كل 3 اشهر يعني 10 جنيه في الشهر. بتحسبها كده حطيت 1000 جنيه تمام 120 العائد بتاعك على ال 12 هتاخد 10 يعني ما حدش هيعمل يعني فلوس من الموضوع. صحيح. هي هو بس اللي هو الفكره ان انا اوفر سرور اشتغل بيها. وبعدين قلنا نقول ان احنا بنينا محور قناه السويس دي اللي قدرنا نمولها ما جبناش بقى من صحابنا وحبايبنا والبعض بدانا والبعض تعبنا ونقدر ان احنا نعمل 30 من 29 من حزب الكوره حزب الاولى والثانيه. انا لحد النهارده نفسي اعرف اتصرف فيه. انا هقول لك في اسفلت مثال مثال صغير جدا. احنا مثلا قريه ذكيه وانا رايح القريه الذكيه كده على طريق مصر اسكندريه بقى لهم دلوقتي حوالي 6 اشهر بيعملوا بيتسدد بقى وبيعملوا وبتاع وبيعملوا بوابات وحاجات. انا بقى لي 6 اشهر بعدي كل يوم الصبح اقول الصبح بابا قاعد بيعملوا نفسي اعرف بيعملوا. انا عارف ان هم بيعملوا الشارع تمام بس ايه الخطه بقى يعني مش شايف ان كانت تمام مش شايف فجاه لقيت مثلا المكن واقف هنا فانا تخيلت ان هم هيعملوا كده. لا لا هو مفيش اي حاجه تقول لك ان في كونستراكشن بيحصل في المنطقه دي.